بس هي المشكله ان انت النهارده يعني اديت افضل المباريات اللي فاتت، الماتشين ثلاثه اللي فاتوا، وفي ماتشات كنت كسبان فيها، ولكن للاسف انتهت المباراه بالتعادل الايجابي. يعني لا، ما هو في قصور برضه في حاجات، ما هو مش ماشي. احنا النهارده افضل طبعا. أيوة. وبنحاول، وكميه الجري افضل من الماتشات اللي فاتت، وخلق فرص لكن كتير. لا، بس في قصور في حاجات برضه، في قصور، في قصور في انهاء الهجمه، في قصور طبعا في الكره العرضيه، في قصور في الكثافه العرضيه جوه ال 18، في قصور في بعض الحاجات. يعني احنا حماسا افضل، جريا افضل، وبالذات بالنسبه لي انا في رباعي محمد هاني وحسين الشحات وديانج وعلي معلول، مظبوط، تقريبا دول الباقي يعني بيحاولوا. طبعا ما نتكلمش، انا مش بتكلم على عبد المنعم وياسر لان كانت الفرص قليله، لكن انا بتكلم على الاربعه دول تحديدا، تحس طلعوا اقصى. يعني هاني وحسين الشحات ومعلول وديانج، في ناس تانية المفروض يبقى انتاجهم اكتر من كده بكتير، في كميه جريهم اكتر من كده بكتير، محاولاتهم اكتر من كده بكتير. انت المشكله ان انت بتعمل كميات جري كبيره، بس مستعجل في انهاء الهجمه، مستعجل في التسديد، مستعجل في الكره العرضيه. يعني في كوره هاني اتلعبت له جوه ال 18 فاضي جدا لوحده، مستعجل وبيلعبها بالعرض، ده لو يعني مشي بيها شويه سنه كان حطها لاي حد براحه وهو شاط في الجول. حسين الشحات رقص كويس قوي من الاستعجال، راح متزحله واقع. شادي الكره اللي في الدقيقه 54 لعبها له قفشه جوه ال 18 من الاستعجال وصربها، راح بالعافيه اتزحله وراح عاملها بالراحه بسام مسكها. يعني انا اقصد انك انت حماسا ماشي افضل، ولكن لازم يبقى في تقل اكتر من كده وتركيز اكتر من كده على الجون، لازم يبقى في عمليه هدوء وتفكير. انا قبل كده اتكلمت في النقطه دي، فرق بين السرعه والسربعه والاستعجال، تسرع في الاداء، في تسرع في كذا موقف كتير جدا، مواقف كتيره جوه ال 18، مواقف في الكرات العرضيه، مواقف، ففي تسرع. لكن جريا افضل، حماسا افضل. فرقه سيراميكا مع احترامي الكامل ليهم ما يعتبروش عملوا حاجه كبيره، كسبوا نقطه ماشي يعني. كسبوا نقطة، ما أنا نقطة. أنا وارد ده يحصل، بس أنت برضو لازم يعني تركيزك في اللقاء من بدري يبقى أفضل من كده، وحسم الأمور مبكرا زي ما أنت قلت قبل كده. يعني الحسم يبقى مبكرا عن كده، يعني اللي هي أنا قلت الشوط الأولاني الشراسة، اللي هي الشراسة بتاعت البداية في ال 18، وإنك تحاول أكتر، دي نقطة. النقطة الثانية التغييرات اللي حصلت، يعني شريف اتكلم فيها وبلال، انا متفق تماما. احنا انت في وقت الفرق الاخرى نفسيا بترتبك قدام النادي الاهلي اول ما بيلاقوا فيرو الثاني، يعني اوتوماتيك كده الفرقة الثانية لما تلاقي شادي حسين ونازل شريف جنبه هو نفسيا بيبتدي يحس بقلق. بقاله قد ايه يا اسامه؟ بقاله 70 دقيقة. بيحس يعني مش لسه أول مباراة، ده 70 دقيقة يعني خلاص. مظبوط. مش هيقدر يركز. يعني هتبقى أسهل له إمتى؟ لو الاتنين مثلا ابتدوا من الأول ممكن يحط لهم ثلاث سردباكات واللعيبة تبقى مركزة من أول مباراة، لكن هو لما بيجي بيخش في ال 20 25 دقيقة والأهلي مغلوب ويلاقي فرود وجود، هتلاقيهم ارتباك، وهتلاقي واحد يخلص منها وخلاص. ايوه، واحد فاتت منه كرة مثلا شادى يلاقي شريف. دي صح. نقطة، دي نقطة. الحاجة التانية برضو يعني بس مع انا احترامي، عايز اتكلم في الحتة دي برضو، معلش عشان حتة التحركات، وخصوصا اتكلم مع الكابتن بلال وكابتن شريف وكابتن عادل في النقطة دي. رؤوس الحرب عندنا بيبعدوا كتير جدا عن 18. ماشي. يعني انت الوضع الطبيعي ان انا منزلك عشان تبقى متواجد جوه ال 18، عشان الكرات العرضيه اللي انتوا بتقولوا عليها، عشان تستغل اي خطا او اي ثغره جوه ال 18. انا ببعد عن ده، انا راس الحربه الوحيد. يعني انا شريف او شادي، انا بطلع بره ال 18 اللي هو مصدر الخطوره بتاعتي على الخصم. دي الحته اللي انا اقدر اجيب فيها جول. ماشي. مش طبيعي انه يطلع كتير، صح؟ بس انا بتكلم انت في وقت لازم انت بقى
تحلها بانك انت بتزود له واحد على اساس هو لو طلع شويه هيلاقي الثاني، واحد ثاني كره عدته هتلاقي اللي وراه يعني. يعني دي نقطه. ثانيا برضو في كلام انه مع اللي هم بيلعبوا على الاطراف زي برونو زي كريم فؤاد زي انه لما الراجل يسقط شويه لازم ما يخش مكانه، ده طبيعي يعني في الكوره. طبيعي وطبيعي في الكوره الاساس انك بتلعب دلوقتي يعني في العالم باستثناء فرق قليله وبتلعب براس حربه واحد ماشي، بس برضو بيحصل كثافه من الناس اللي وراه جوه ال 18 بعدد بعدد يعني ناس بتكمل. ايوه زياده عدديه في الناحيه الهجوميه. فاذا انت ما حصلتش وانت مغلوب وفي وقت ضيق ناقص وقت ضيق انا بزود فروي الثاني بت 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 حتى لو ما كسبتش. انا بتكلم على المحاولات، هتحس ان المحاولات اكتر، هتحس الخطوره جوه ال 18 تواجد جوه اكتر. دي واحده. الحاجه الثانيه مثلا يعني رأفت خليل مع احترامي الكامل لعيب كويس جدا وواعد وبرده فخري، انا في الدقيقه ناقص 10 دقايق ولا طب ما سوليه قاعد بره، ما هو واحد زي سوليه ده خبرته كبيره. انا مش بتكلم ممكن تكون حاله سوليه مش في احسن حالاته ممكن يكون، بس لعيب يعني ممكن يتصرف لك في تسديده في شوط عن يعني ثقه البني ادم في كتر لعبه دولي ولعب ماتشات كتيره ولعب اهلي كتير يعني زنقت رأفت خليل هل بيبقى الضغوط عليهم اكتر يا كابتن لما بتنزلهم في وقت صعب؟ طبيعي يا ايمن، خاصه لو في لعيب انا ما اقدرش اطلعه زي الشحات. الشحات مثلا كان ماشي كويس كان في المنطقه دي في الوقت ده، ده ناقص 5 دقايق. لا والنهارده من اكتر الناس اللي كانت بتحاول. انا عايز اللي بيعرف، انا عايز اللي بيعرف يلعب في الحته دي. برافو عليك يا شريف. يعني هو حتى النهارده الشحات من اكتر الناس ماشي ممكن ما تكونش يعني في تسديد في فعاليه ولكن في فعاليه هو يعني هو بذل مجهود فمش ضروري بقى حتى لو صح لو ما السوليه مثلا مش هينزل مكان يبقى على الاقل ابقي بيه ابقي مش ضروري غير يعني مش ضروري فخري ده لما انا ابقى كسبان وانا عايز اعمل يعني حد يقدر يروح لي ويرجع لي. دي وجهه نظري في المباراه، لكن هي نقطتين يعني كان سهل ناخدهم ولكن كره القدم كده ونتمنى الماتشات الجايه يا رب.